ومذل الكافرين الظالمين المعتدين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى إخوانه النبيين الظاهرين وعلى آله Oh,
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هم أعداء البشرية كلها. فقد حكم الله عليهم. تركوا يكمل يا شيخ. تركوا. تركوا. والله يعلم المسلمين. إن أمهاتنا وأخواتنا يستصرخن بصوت مقهور وإسلاما وإسلاما. إن فلسطين أمانة في أعناقكم وواجب المسلمين جميعا أن يهبوا لتخليصها من هذا اللغيط المبسوط الكيان الصهيون. الله أكبر ولله الحمد. وإذا وقفتم يا شعوب العالم الإسلامي متفرجين كما موقفكم هذا فلسوف يأتي الوقت الذي ستقولون فيه كما قال القائل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. طبقوا قول الله سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. علماء المسلمين في جميع أنحاء العالم
اللهم نصرك الذي وعدت يا رب العالمين. آمين. اللهم حرر المسجد الأقصى. آمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة مقبولة قبل الممات. آمين. اللهم دمر اليهود ومن يساعدهم. آمين. ومن يقف معهم. اللهم حرر أرضنا. آمين. اللهم حرر أسرانا. آمين. اللهم احفظ المجاهدين والمقاومين. آمين. اللهم تقبل شهداءنا. آمين. اللهم تقبل شهداءنا. آمين. اللهم احفظ الأردن. آمين. ومليكه وشعبه. آمين. وسائر بلاد المسلمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولكم مني عبد العزيز الصيف كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير.